ما فيش ولا جامعه من الجامعات التوب في العالم بتدرس الطاقه. يعني ده نصب. انا من وجهه نظر من راي شخصي على حد حاجه نصب. حكايه الطاقه دي والطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. هديك مثال على اللي بيحصل في موضوع الطاقه ده. انا قعدت مع معالجه من المعالجين بالطاقه، قالت لي انت بس تديني اذن ان انا اخش للشاكرا بتاعتك اللي هي المفروض الحاجه حاجات كده جوانا المفروض ان هم بيتعاملوا معاها عشان يسحبوا الطاقه بقى. تدي لها اذن انت؟ انا اديها اذن ان هي تخش للشاكرا بتاعتك. ست اتفضلي يعني. وبعد كده تعمل ايه بقى؟ وبعد كده تعمل ايه؟ تاخد مني الطاقه السلبيه دي وتحبسها في ميه بملح. ميه بملح؟ ميه بملح ليترلي والله. ميه دلعه. لا ميه بملح. ملح. وهما بيستندوا على ده ان الملح بيسحب الطاقه السلبيه. ليه بقى؟ عشان لما حضرتك بتروح تقعد على البحر حالتك النفسيه بتتحسن. اوكي ماشي. وطبعا ده لينك ملوش اي علاقه. انت لما تروح عند البحر في اسباب كتير قوي معروفه علميا تقول تخليك ان انت حالتك النفسيه تتحسن. انا عندي اسبابي منها انك عينك بترتاح. كم التفاصيل مش موجوده، الوان هاديه، الصوت بتاع البحر مريح جدا. بتبقى اصلا في العادي مش رايح يعني انت لو رحت قعدت على البحر وخدت الشغل بتاعك كله والناس اللي معاك هنا في الشغل جم وقفوا على دماغك، ما انت مش هترتاح وانت قاعد على البحر. فهو الحاله نفسها اللي انت بتبقى فيها هي اللي بتساعدك تبقى احسن، مش الميه بملح اللي سحبت منك بتاع. وبيطلعوا النهارده في التلفزيونات ويقول لك رشي ميه بملح في اركان البيت عشان تسحب الطاقه السلبيه. بس في ناس برضو بيدخلوا لك برضو من الطعم اللي هو يعني يجيب لك مثلا نص ديني مثلا يقول لك الانسان اللي بيحسد، الحسد موجود في القران بالزبط. طيب الانسان اللي بيحسد ده عنده طاقه سلبيه بالظبط، اخد بالك؟ فانت يعني لو حد قال لك كده هترد عليه تقول له ايه؟ واحده منها حاله معروفه جدا، قانون اسمه قانون الجذب، اسمه ذا لو اوف اتراكشن، اتعمل عليه كتاب كبير جدا اسمه ذا سيكريت وكان مكسر الدنيا. مشكله القانون الجذب ده او الكتاب كله بتاع ذا سيكريت ان هو بيغذيك في ان انت طول ما انت بتفكر في شيء كلما تفكر في شيء ينجذب اليه وياتي اليك بقوه، وكل ما تفكر فيه يكبر ويزيد وتلاقي ايه الباب بيخبط عليك، الشغل جالك ابو مليون جنيه. طبعا هو يجي يستند بده ايه؟ طبعا ده ما اشتغلش عندنا هنا في مصر، ما يقول لك ايه يروح داخلين بقى عشان ناكل الدنيا، يقول لك ايه يا باشا ما هو ده حسن الظن بالله. حلو. فانت تروح قايل ايه بقى؟ ما انا هقعد افكر دلوقتي، هفكر دلوقتي في الحاجه، هفكر في دلوقتي حاجه، ما ده حسن ظن. بس تعريف حسن الظن في الدين انه يتبعه حسن العمل. في قانون الجذب مالكش حسن عمل، قالك بس هنا كلها هنا في دماغك، انت تقعد تركز وتفكر يجي لك. عملنا تجربه قبل كده مع حد من الشباب كان عمال بيجادل معايا جدا في الموضوع ده، ويقول لي مش انت ساعات تفكر في حد يتصل بيك؟ اقول له اه. يقول لي ما ده قانون الجذب، انت لما فكرت فيه هو حس بيك فاتصل بيك. طبعا كلام منطقي، انت بتحس احيانا انك بتفكر في حد ويكلمك، او تبقى بتفكر مثلا في عربيه وتشوفها في الشارع كتير لو انت تشتري عربيه، او لو عايز هدوم معينه تشوفها في المول كتير. دي حاجه في المخ اسمها سيلكتيف اتنشن، مخك بيبتدي الحاجات اللي انت مركز عليها او مهمه بالنسبه لك يظهرها لك بوضوح اكتر من باقي الحاجات. تمام. فلو جينا النهارده عايزين نحط دي قاعده علميه ان انت مفكر في حد بتجذبه ليك. اذا لو انا وانت النهارده قاعدين بنفكر مثلا في صديقي مثلا امير منير ولا احمد سامي المفروض يتصل بيا دلوقتي حالا. فقعدت بقى جبت الشباب قلت لهم تعالوا نفكر في مين؟ شاكيرا. هتقولي شاكيرا دلوقتي حالا. وصادوا على النبي 15 20 شاب اهو افكاره يعني ربنا يهديني ربنا يهديني ربنا يهديك. قلت لهم هاتوها لي دلوقتي حالا. انت راضي عن نفسك؟ ما مراتي بتتفرج ربنا يستر. فاحنا بنتكلم في عشان تقول لي ده علم يبقى لازم زي الجاذبيه كده، لو رميت ده 1000 مره من هنا هيقع صح؟ صحيح. لما اجي اقول لك ان قانون الجذب ده علم يبقى لازم كل مره تفكر فيها تصل بيك، مش مره من وسط مليون، مش مرة من وسط 2 مليون. فهنا اللعبة بتاعت الطعم اللي هو ألبس لك الحاجة. ودايما أكتر حاجة تيجي عند الناس إيه؟ الثوب الديني. ألبس لك الحاجة غطاء ديني.